Résumé du grand match Algérie-Maroc du quart de finale de la Coupe arabe au Qatar 2021. أينما كنتم طابت أوقاتكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مساء الفل للناس الكل استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة يحلو في إطار هذه الليلة وش هالليلة إنها المباراة التقليدية التاريخية المغربية بألوانها الحمراء وهذه أجمع أولى والثانية تدخل جذب كذا مواسم مع الوداد الغريب الأزايلي يوزع وفد الجزائري يوسف البلايلي برا خارج الميدان والتسويب والركن كلا المغربية للحراسة أنس الزناتي على يمين الدفاع محمد شيبي لليسار النهيري وسط الدفاع السعدان البداية بالمنتخب متبادل هجوم منتخب الجزائري يوسف البلايلي ما عدش تأمين دفاعي من جهة الروقي وأنس الزناتي يضع إبراهيم يوزع وأنيا والمنتخب المغربي رقم 8 الحكم يطلب اللعب لا يعطي مخالفة سامبايو يعطي مخالفة يحيى جبران بيكون الزاحفة أرضية يوزع والبادي أغلى ما تغتي منا حسين عياد إسماعيل الحداد كان هو في المقاومة الدفاع اليمين وحده وبعيد الكرة برز لاعبين المنتخب الجزائري والحكم سامبايو لا يأتي مخالفة يا سلام يا سلام تمات السويب ومزياني مزياني وكان مزيان وفنان طيب مزياني في حواره مع السعدان أولى وبالدبكة وبالرأس وديلك وكورة كوريباتي كرة جول ولمبول حراية شجاعة كبيرة وروح رياضية أرب المغربي هو يحيى الشبران إلى مغربية وأعني كل من بدران توغاي والشدي والمدافع الأيمن بن عياد للنجم الهلالي الساحلي الرئيس بولحي شوف الحرب في وسط الميدان شوف الأقدام والخطورة أي 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 زروقي في وضعية التسلل زروقي كان في التسلل كذلك موجود وبالرأس على الدائر التكيف يمر وخطيرة والحكم يأتي ماذا يأتي ضربة تونس هذه كورة في وسط الميدان 30 عام يسترجع المغرب والمخالفة ضد بن دبكة سفيان بن دبكة يتم طويلة منه في دار الشدي والتغطية من مدافع أرتي يعدي يوسف ولا يمر كورة شنو هذا غدار 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 شوف الكرة رهيبة يوزع مرة والياس الشطي الياس الشطي أزارو يطير جزائرية من خلال هذه الصورة ضربة البنون التدخل الدفاعي في الوقت اللازم حتى يوزع والرئيس بولحي وبعيد الكرة لبن شرقي شيبي يراوغ ويراوغ نفس الروقي يعدي والحكم يطلب اللعب زروقي أراد ضربة جزاء ويلتون سامبايو قال له لا وألف لا عبد الإله حفيدي حفيدي يعدي وإمكانية الاختراق لكن وين تدرج مزياني غريبة غريبة عجيبة كان بن دبكة سير الكرة بدران حسين بن وهذه كرة بالراس وليد زارو تار تار مروان سعدان مروان سعدان أمامنا تغطية من السعدان من طيب المزيان الحداد كرة من نهيري
كرة في وسط الميدان بمخالف عزارو يعود بالكرة بن شرقي لكن بعيد على النهاري كرة ياسر يعدي لا ما يمشي عدات للبلايلي والتفاف دفات ياسين ابراهيمي تتكلم في الميادين كرة بالاستلام لأشرف بن شرقي ولمسة يد لمسة يد على مهاجم نادي الزمالك يوسع والرايس سبورحي يتفوق بخطورة لا يمر هذه الكرة وأنس زنيتي زنيتي عبد الإله وين كرة تصدي من بدران شوف يعني احتكر الكرة ومكر المنطقة الحكم يخلي اللاعب إبراهيمي جول ياسين جول إبراهيمي جول انفجار جماهيري جزي يوسع جول 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 ناهيري جول ناهيري جول اي انفجار هات الصورة شوف الجماهير المغربية كرة لتوكاي عدي بيو ياسر ابراهيمي وانس تعود لانس زنيتي مزياني يوسع ويا تعود للدفاع المغربي شو هذا ما هذا يا هذا اشرف بن شرقي المنتخب المغربي يوسع والخطوره وين انس زنيتي شبي يوسع والركنيه البرقاوي الخطير كأس افريقيا للمرحق المناورات في وسط الميدان نذكر وان عبد الابراهيم التسويب التسويب الغدار من حفيدي حاق البوشو طويلة من يوسع والتسويب شنو هذا ما هذا ما هذه فرصة جزائرية خطيرة التصدي قدر يعدي والمخالفة والورقة السمراء لبدر بنو ثالث المنظرين بليلي أرادها مباشرة خطيرة وقوية ولكن بولحي بن عيادة وغدار الكرة مباشرة إبراهيمي تغطية إبراهيمي والخطورة برقاوي والرئيس بولحي يا ناس اسمح للسهر المغربي جول يوسف جول يوسف جول يوسف جول لبلايلي جول شنو هذا صاروخية الزاب والنبوح بن شرقي يوزع ولكن يوسع بالراس جول بدر بانون بدر بانون جول بانون جول راسية بانون من أجمل ما وكورة بدر يوسع أو خلينا نقول الصواب وضربة مرمى وبالراس والركنية ركلات الترجيح لبلايلي والهدف الأول أولى سفيان والنجاح سفيان الفنان يتقدم سفيان رائع رائع سفيان بدر بانون من ميريزان جبران بن عيادة كريم توكاي يتقدم توكاي Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.